كمان عمر عصر الحقيقه كسب النهارده ابراهيم اتزاو السنغالي بنتيجه 4-0 في مباراه الدور قبل النهائي في بطوله افريقيا الفردي للرجال، وتاهل للمباراه النهائيه هتتلعب كمان تقريبا 45 دقيقه، هيشارك او هيواجه فيها اللاعب النيجيري قادري ارونا في الساعه 6:45 زي ما قلت لحضراتكم. هندخل في التفاصيل ونروح لاهم عناوين حلقتنا النهارده. قرار من اتحاد الكره باستئناف النشاط الكروي بين الاهلي وطلائع الجيش في مباراه السوبر يوم 21. اتحاد الكره يوقع غرامات على حسام البدري قبل صرف الشرط الجزائي. مالاتاي سبور التركي يعلن التعاقد مع بواليا رسميا. ميرفي صلاح هو الخيار الانسب لتعويض رحيل امبابي عن باريس سان جيرمان. تغييرات جذريه على ملعب سانتياغو برنابيو.